خليني اروح مع حضرتك برضو وبنتكلم في رحله ال11. تمام. وهي رحله تكاد تكون ممكن نقول اصعب من رحله التاسعه والعاشر. صحيح. عشان نبقى يعني صادقين. فهي مشوار ومشوار صعب، وربما كمان اداء الفرق المنافسه افضل. تتكلم برضو في يعني تغييرات ونجوم دخلت وفرق صعدت وحاجات زي كده، فانت عندك برضو ميشن صعبه. انا دلوقتي كاهلي او يعني بتكلم على داخل بقى على مشوار لازم باذن الله يكلل بالنجمه ال11 ان شاء الله، انا مفروض اخش الدافع بتاعي ايه؟ اخش جاهزيتي ايه؟ يعني ده برضو احب اعرفه منك يا كابتن ياسر. وده اللي انا قلت لحضرتك، ان ده دور المدير الفني، ان هو يدي دوافع للعيبه. كل مباراة ليها دوافع، وكل بطولة ليها دوافع بتاعتها. يعني الأمر دلوقتي بنتكلم عن موسيماني، هو طبعا الأساس هو في هذا. هو رقم يعني. واحد، هو اللي بيشتغل مع الفرقة، هو المدير الفني، هو اللي بيختار ال11 اللي بيلعبوا، هو اللي بيختار التغييرات. فأنا بالنسبة لي كلاعب دوري إن أنا يعني جندي في المعركة. يبدأ المدير الفني يحطني، أبدأ أديني الدوافع بتاعتي، هو القائد بتاعي. أبدأ يديني الدوافع بتاعتي، يعني إحنا بنلعب على بطولة أفريقيا، إحنا النادي الأهلي، النادي القاري. ما فيش كلام ان احنا نازلين باذن الله ناخد البطوله. ما فيش رفاهيه يعني. ما فيش، هو النادي الاهلي كده. يعني يخلص المباراه نبدا خلاص على طول. حتى فرحه البطولات حضرتك انت عارفه طبعا، انت احنا بنفرح ساعه مثلا بالظبط، ونبدا ربع ساعه بقى ونبدا نقول ايه في دوافع جديده. ايه الدوافع الجديده؟ عندنا صح. بطوله الدوري، عندنا كاس مصر، عندنا. بس هو ده طبع النادي الاهلي. كلام حضرتك كابتن ياسر ممكن يتفهم ان انا دلوقتي كلاعب ما عليش اي بقى حاجه. انا الراجل اللي جايبه ده دلوقتي مدير فني، هو اللي عليه كل حاجه، هو اللي يحفزني، هو اللي يديني الدافع، هو اللي يشغلني، هو اللي يرسم التاكتيك، وهو وانا كلاعب بنفذ. بس في لعيبه كبار يعني في وسط الفرقه. يعني في لعيبه زي وليد سليمان، اللعيبه الكبار في وسط الفرقه، قفشه، كل اللعيبه دي ليها دور برضك مهم جدا في اوضه اللبس. خلي بال حضرتك، اوضه اللبس هي اهم ما في الموضوع. دي حقيقه. اوضه اللبس هي عنوان البطوله. اوضه اللبس فيها هدوء، فيها استقرار، فيها قيادات في اوضه اللبس بتاخد الفرقه الاتجاه كويس جدا. دي بتشيل مع المدرب بنسبه 50%. يعني المدرب ليه الملعب والتكتيك وكل الشغل الفني، لكن اوضه اللبس مع اللعيبه بتشيل. ما انا ما قلتش ان الموسمين الواحد، لكن هو دور المدير الفني ان هو يدي دوافع للفرقه، دور المدير الفني ان هو يعمل روتيشن كويس للعيبه، دور المدير الفني ان هو يبدا يحط الفرقه على التراك المظبوط، عشان ده احنا النادي الاهلي.